الكاتب الاقليمي للشبيبه الحركيه اقليم صخيره تمارا. سعداء الاستضافه الاخوان اللي استضفونا في قنيطره اليوم. نحن جد سعداء ان نكون معكم، وحنا راه الهم ديال الاقاليم، الهم ديال الاقاليم ديال الوطن الحبيب، حنا كنتقاسموا معكم في مدينه تمارا. حنا عينا من القمع اليوم، الا جينا هنايا وجينا وما دخلناش للقاعه وواقفين في الشمس، وكل واحد خلى الاغراض ديالو وخلى وليداتو، فجينا اليوم نقولوا بركه. نحن لا نريد مؤتمر على المقاس، عينا. نحن نريد مؤتمر اللي يكونوا فيه ولاد الشبيبه، مؤتمر اللي الناس ديال الشبيبه هما اللي يسهروا عليه، الناس ديال الشبيبه هما اللي يكونوا فيه اصحاب القرار. لا نريد انزالات، لا نريد ان يقولوا لنا دير فلان ولا ولد فلان. حنا ولاد الشعب كنقولها وكنعاود نقولها، الا ما دافعناش على القرارات ديالنا، حنا اللي خصنا ناخذوا القرارات، ما ياخذوهمش لينا. وكفى كفى، لان بحال هذه الاشياء هي اللي كتجعل ان الشباب يدير العزوف من العمل السياسي. بحال هذه الاشياء هي اللي كتخلي الشباب ما يمشيش يصوت. انا في 2007 كنت ادافع عن الحركه الشعبيه، كنت ادافع عن الحركه الشعبيه في عده منابر، ولكن اليوم اتفاجأ على ان الحزب اللي كنت ادافع عليه كيخون الشباب. الحزب اللي كنت كندافع عليه همو هو الحزب يبقى حزب العائله، وبالتالي انا كنقترح اننا ما تكونش مسيره باش نسمعوا الصوت ديالنا. واذا اقتضى الحال المؤتمر ما نسيلوش للسيمانه الجايه، المؤتمر نديروه اليوم. برافو برافو برافو.